بس خليني اوريكم المفاجأة اليوم معي حبيب. السلام عليكم. طبعا ودي اوريهم اللي ورا الكاميرا ما يصلح. ها؟ ما نورد. لا لا الرجال ما يبي يطلع في الكاميرا. بس ابو عبد العزيز انا عارفه من 2010 وبعدين 2011 اشتغلنا مع بعض 12 13 14 15 المعارضة الافلام القصص ما عمري بحياتي شفته. اليوم اول مرة اشوفه في حياتي. تخيل وبعد كل هذا الشغل شكل واحد بالصور قصدي في الحقيقة. الله يجبر بخاطرك يجزاك خير. اللهم امين. كذبة لطيفة ومجاملة. لا لا والله فعلا يعني فعلا. بس والله هي بس ليش مسوي لي الدنيا هنا؟ عشان الاقتحام والقصص ذيك. أيوة. والافلام عبالي صراحة. بس الفوطة هذه فوطة ولا ايش؟ اثنين في واحد. ايوه.